السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هيكون فيديو من سلسلة فيديوهات هتعلمك إزاي تحجز موقعك وتختار شركة الاستضافة المناسبة ليك، وكمان هتتعرف على لوحة التحكم وأهم المعلومات اللي أنت محتاجها في عالم الاستضافة وعالم المواقع عشان بإذن الله تقدر تدير موقعك بشكل احترافي. اول حاجة محتاجة اقولها لك هو ازاي تختار شركة الاستضافة المناسبة. هتلاقي كتير جدا شركات استضافة موجودة في العالم، هتلاقي اشخاص ممكن يحجزوا سيرفرات ويعملوا شركة في بيتهم بسهولة شديدة. انا في عالم الاستضافة من اكتر من 20 سنة، عديت على شركات يعني اكتر من الهم على القلب. عايز اقول لك انه اهم حاجة في شركة الاستضافة قبل ما تبدأ تختار المميزات والاسعار والكلام ده كله، هو الشركة دي كبيرة ولا لا، شركة قديمة ولا لا، عندها عملاء كتير ولا لا. دي الحاجات المهمة اللي انت محتاج ان انت تتأكد منها قبل ما تفكر في سعر الاستضافة او في الامكانيات الخاصة بالاستضافة والكلام ده كله. طيب، انت كشخص شغال في مجال الويب ديفلوبمنت، انت محتاج يكون عندك موقع شخصي بدومين مدفوع مش مجاني عشان العميل يثق فيك ويعرف ان انت مكمل في البيزنس ده، مش مجرد ان انت بتجرب وهتاخد استضافة مجانية ترفع عليها شغلك وبعد شوية تقول خلاص انا همشي ومش عايز اكمل الشغل ده. فالاستضافة المدفوعة والدومين اللي انت تختاره لموقعك حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي تخلي العميل يثق فيك. خلينا نتكلم عن شركة النهاردة اللي انا اخترتها لكم، وهي شركة هوستنجر. اول حاجة محتاج اقولها لك دي بعض المعلومات اللي خدتها من الشركة بعد ما طلبوا مني ان انا اتست الاستضافة ولقيتها استضافة كويسة جدا. طبعا انتوا عارفيني انا مش من النوع اللي يهمني الاعلانات او ان انا اريكومند حاجة مش كويسة، لا انا بريكومند حاجة فعلا كويسة وانا جربتها بنفسي. هوستنجر منصة استضافة مواقع عالمية، عالمية يعني هتلاقي ليها مواقع في كل مكان في العالم، هنشوف الكلام ده. عندهم 29 مليون مستخدم من 178 دولة، يعني بيجي لهم حوالي 15,000 اشتراك جديد يوميا، يعني في 15,000 عميل بينضموا ليهم يوميا، يعني حوالي بمعدل عميل كل 5 ثواني. طيب، شركتنا النهاردة عندها داتا سنترز او مراكز بيانات في اكتر من مكان في العالم، وده شيء كويس جدا لان انت تقدر تختار الاستضافة بتاعتك مثلا، او لو انت عاوز تحجز من عندهم سيرفر معين في بلد معينة يكون الزوار بتوعك من البلد دي، فطبعا دي حاجة متاحة وجميلة جدا. عندهم دعم فني عربي، ودي حاجة من الحاجات الكويسة جدا لو انت عندك مشاكل في الانجليزي شوية او في توصيل المشكلة بتاعتك، فالدعم الفني العربي هيساعدك. دي شوية معلومات كده عن الشركة قبل ما ندخل نحجز الاستضافة بتاعتنا من عندهم وننشئ الموقع بتاعنا عندهم. هندخل على الدومين بتاع شركة الاستضافة بتاعتنا ونكتب /0 عشان تسجل عن طريقي، وكمان هديلك كوبون يعمل لك خصم كده بسيط على الاستضافة. هندخل على الخطة بتاعتنا اللي هي $2.99 شهريا في وقت تسجيل الفيديو اللي انا فيه دلوقتي. هنصحك نصيحة ان في اي استضافة في اي شركة في العالم، مش بس الشركة دي، بلاش تحجز استضافة لمدة شهر، مش هيدولك اي مميزات والسعر هيكون غالي. شركة هوستنجر لو حجزت لمدة سنة بتديلك دومين اللي هو اسم النطاق بتاعك وبتديلك شهادة SSL، وهنتكلم عن الكلام ده في الفيديوهات التعليمية اللي في نفس البلاي ليست دي. لو كلامي طلع مش صحيح او في اي مشكلة او واجهتك انت مشكلة او حاجة مش عاجباك، عندك 30 يوم ترجع فيهم فلوسك بدون اي مشكلة. لو النسخة الانجليزية اللي انا بشرح عليها دي واللي هشرح عليها الحاجات اللي جاية لو ما عجبتكش، تقدر تدخل على النسخة العربية بدون اي مشكلة. هتختار هنا الدول العربية، وكمان في النسخة العربية هتلاقي وسيلة دفع فوري، ودي اسهل وسائل الدفع في الدول العربية ومصر تحديدا، عشان مش محتاجة فيزا ولا باي بال ولا اي حاجة وتقدر تستعملها بدون اي مشكلة. طيب، هننزل تحت شوية هنلاقي وسائل الدفع بتاعتنا، هتختار كريدت كارد او باي بال او اي حاجة تعجبك، وهتكتب ايميلك هنا اللي انت هتسجل بيه في الموقع وهيبقى هو المسؤول عن الخدمات بتاعتك. عندنا كوبون كود، هتكتب كده have a coupon code وتكتب هنا الزيرو بالشكل ده، هيعمل لك كده تخفيض بسيط زي ما انت شايف. اي حاجة باذن الله هتساعد معك. بعد ما نخلص المفروض ان انا ادوس على submit secure payment عشان ابدأ ادفع. هظبط البيانات واحط الايميل واحط وسيلة الدفع واقول له submit وارجع لك في الخطوة اللي بعدها.
بعد ما تكتب إيميلك وتحط وسيلة الدفع وتقول له سبميت مباشرة والدفع يتم بنجاح، بينقلك على طول للوحة ويطلب منك إن أنت تحط باسورد جديدة عشان خاطر تدخل بيها على حسابك. بعد ما عملنا سيت للباسورد بتاعتنا بيدخلنا على طول على اللوحة وبيطلب مننا ان احنا نجاوب على بعض الاسئلة عشان خاطر يعمل كاستمايز للوحة وتبقى الدنيا بتاعتنا تمام. هنا بيقول ان انا هنشئ الويب سايت لمين؟ لنفسي، لعميل، لشركة بشتغل عندها، مش عارف ايه. هقول له مثلا لنفسي، هقول له هتكون بيزنس ولا بلوج ولا بورتفوليو، ممكن نقول له بورتفوليو مثلا. بيقول لي هنا and I am professional website creator experienced مثلا beginner مثلا مش عارف ايه، فممكن اقول له يعني عندي خبرة يعني، بلاش professional يعني. طيب البلاتفورم بتاعنا هنا ممكن اختار الصفحة بتاعت under maintenance، ممكن اقول له ان انا هعملها optimize ان انا هعرف عليها WordPress WooCommerce او migrate my website، تبقى عندي website في شركة تانية وهنقله هنا. هقول له مثلا ان انا هعمل موقع في روم سكراتش بالشكل ده، سكيب. في مرحله تانية هوري لك باذن الله في الفيديوهات ازاي تعمل انستول للورد بريس ببساطه شديده جدا. هقول له ان انا هعمل موقع بتاعي في روم سكراتش. الاسم، هل انا عندي هشتري دومين او عندي دومين قبل كده، او ان انا هاخد الفري دومين بتاعي اللي جاي مع الاستضافه، فانا هقول له كليم فري دومين، الدومين بتاعي اللي انا محتاجه. هقول له هنا الزيرو مثلا، ممكن نختار اي حاجة كده بس التجربة للاستضافة بتاعتنا. ممكن نقول له الزيرو، شوف هنا توب ليفل دومين كوم ونيت اونلاين وتك مثلا وستور والكلام ده كله، هي ممكن كوم بس الزيرو تيست. نبحث عن الدومين، قال لي domain is available zero dash test. ممكن نجرب الزيرو تيست بس عشان انا ما بحبش الداش. الزيرو تيست مثلا نبحث عنه، اعتقد الدومين بسيط اهو، واقول له continue. ده هيكون الدومين بتاعنا. server location ممكن حضرتك تختاره، تختار اللوكيشن اللي انت عايزه، ممكن يكون حاجة او تختار حاجة اقرب للمكان اللي العملاء بتوعك هيكونوا فيه. انت مثلا في مصر، انت في الصين، في اي حتة تختار الحاجة القريبة ليك. انا طبعا بديك الفكرة لكن انا مش عارف ايه اللي هيكون قريب مننا هنا، بس انا حابب بس اوريك الفكرة عشان تختار براحتك بدون اي مشكلة. نقول له مثلا المملكة United Kingdom مثلا اللي هي دي. finish setup طبعا زي ما انت شايف يعمل لك كل حاجة ببساطة بدون اي مشكلة وبدون تدخل منك ولا ان انت تحتاج شغل احترافي جدا. دي الديتيلز بتاعتنا الخاصة بالدومين اللي انا حاجزه دلوقتي. اقول له ايجيبت، الدومين ده هيكون بيرسونال، حاجة خاصة بي انا. الكونتاكت بتاعتي، الايميل طبعا زي ما انت شفت كده مكتوب، فيرست نيم واللاست نيم والبيانات بتاعتي كلها، واقول له فينيش. مفيش داعي ان انا اكتب لكم البيانات قدامكم في الفيديو عشان ما اضيعش وقتكم، انا هكتب البيانات واقول له فينيش على طول. طبعا يا شباب هياخد حوالي دقيقتين ثلاثة عشان يحجز لك الدومين بتاعك ويعمل لك سيت اب كمان للاكونت والموقع بتاعك يكون جاهز. الموقع بتاعنا هنا اقدر اقول له فيو يور ويب سايت، دي الديفولت بيج. دخلنا على الزيرو تيست، افتحها لك من برايفت تاب زي ما انت شايف اهو، كله تمام، كل حاجه اتعملت والصفحه الديفولت كمان اتحطت وكله زي الفل. عندنا كمان لوحه التحكم مانج سايت، بيفتح لك لوحه التحكم ودي ان شاء الله اللي هنعمل فيها كل حاجه وهنتعرف على كل حاجه فيها في البلاي ليست بتاعتنا باذن الله. في ايميلين يا صديقي هيجولك على الميل اللي انت سجلت بيه. الايميل الاول من منظمة الايكان عشان يعمل فيريفاي للدومين اللي انت سجلته عشان ما يتحذفش بعدين، لازم تعمل فيريفاي ضروري. الايميل التاني من الشركة بتاعت هوستنجر، وده عشان تعمل اكتيفيت لحسابك عشان تتأكد او الشركة تتأكد ان الايميل بتاعك سليم. تمام، دلوقتي احنا عندنا الصفحة الافتراضية زي ما اتفقنا اللي انت شفتها دي، وانا عايز ابدأ ارفع التصميم بتاعي او الشغل بتاعي اللي انا عملته. هنرفع تصميم بسيط جدا كنا عاملينه في كورس البوتستراب، عبارة عن تصميم HTML مفيهوش اي حاجة خالص. اول حاجة هندخل على حسابات الـ FTP،
FTP accounts. حسابات ال FTP خلينا نقول أول حاجة يعني إيه FTP client. كلمة FTP اختصار لفايل ترانسفير بروتوكول أو اتفاقية نقل الملفات من جهازك للسيرفر. في برنامج بيساعدك إن أنت ترفع ملفاتك من جهازك للسيرفر بتاعك أو السيرفر البتاع اللي هو الخاص بالشركة اللي فيه الموقع بتاعك. طيب عشان تستخدم البرنامج ده انت محتاج اسم الموقع ومحتاج اليوزر نيم ومحتاج الباسورد. عندك الهوست نيم اهو ftb0test.com وعندك اليوزر نيم اهو وعندك الباسورد هتغيرها من هنا وتقدر تنشئ FTP account تاني وتديه للشخص اللي انت عايزه وتقول له كمان الملفات هتترفع فين. يعني احنا هنا الديفولت الملفات بتاعتنا هتترفع على البابليك HTML وده الروت فولدر الخاص بالموقع بتاعك. يعني اول ما ترفع الملفات في المكان ده مباشرة هتظهر في الموقع على طول. في شخص ممكن تعمل له فولدر باسمه تخليه يرفع حاجاته في الفولدر ده بس ويوصل له عن طريق الويب بانه يكتب اسم الموقع سلاش اسم الفولدر ده. طيب خلينا نعمل تغيير لل FTP باسورد بتاعتنا وبعد كده ابدأ ارفع بيها الملفات. خلينا نغير الباسورد ونرجع لكم في الخطوة اللي بعدها. بعد ما عملنا سيت اب للباسورد او غيرنا الباسورد الديفولت الموجوده هنبدا نستعمل واحد من برامج الاف تي بي اللي هو بيرشحه لنا. عندك سمارت اف تي بي وعندك فايل زيلا. فايل زيلا طبعا انا بحبه جدا وبرنامج مجاني بالمناسبه. اول ما تفتح البرنامج بيطلب منك ان انت تكتب البيانات هنا الهوست واليوزر نيم والباسورد والبورت وتقول له كويك كونكت. لو انت دايما هتكونكت على الموقع ده ومش محتاج كل شويه تكتب البيانات تقدر تدوس كنترول اس هيجيب لك السايت مانجر. السايت مانجر تقدر تضيف فيه كل الويب سايتس بتاعتك بالشكل ده. هتقول له نيو سايت تكتب اسمه وبعدين هنا تحط الهوست واليوزر نيم والباسورد وتقول له كونكت. هيفضل دايما معاك كده. تقدر تعمل فولدر وجواه العملاء بتوعك كلهم وتعمل كل الشغل اللي انت محتاجه. خلينا دلوقتي نبدا ناخد البيانات بتاعتنا. ده اف تي بي الزيرو تيست بالشكل ده ممكن نكتبه هنا مفيش داعي نعمل كويك كونكت. هنخليه عندنا هنا ما دام هنستعمله دايما. ده اليوزر نيم بالشكل ده والباسورد اللي انا اخترته. لو واجهتك اي مشاكل في الكونكشن هقول لك على بعض الحاجات اللي تعملها. هنا بس بيعمل تراست للسيرتيفيكت بتاعت السيرفر بتاعتنا. قول له اولويز تراست عشان ما يطلعلكش الرساله دي تاني بالشكل ده. وهنا جاب لي زي ما انت شايف ريتريف دايركتوري ليستنج ومفيش غير صفحه الديفولت بتاعتنا. هناخد فولدر السي اس اس والصور والجي اس والاندكس ونرفعهم. كليك يمين ابلود دي الملفات بتاعه التصميم بتاعي. طبعا ممكن يكون عندك انت تصميم بسيط ممكن نجرب يعني بس انا حبيت نرفع فعلا تصميم من التصميمات الحقيقيه ما شاء الله في شويه حاجات كده تقيله. خلينا نستناه مفيش مشكله مليان صور وحاجات بس معلش متعوضه. ودي صفحه الديفولت ممكن نلغيها مش محتاجينها. اكبر ملف عندنا ملف الفونت اوسم حجمه ميجا ونص. ممكن نبص بص على فكرة لحد ما الراجل يخلص ابلود اهو بوندي. تمام خلص ابلود صفحة الديفولت مش محتاجينها بالشكل ده. نديها ريفريش اخير. ده الويب سايت بتاعنا اللي كنا مصممينه رفعناه على الاستضافة. تعلمنا يعني ايه FTP. شغلنا الحمد لله كله تمام الموضوع بسيط وسهل. الاستضافة ساعدتني جدا بالحاجات الجميلة والظريفة والسريعة اللي خلتك تنشئ موقعك بسرعة شديدة. ان شاء الله في باقي الفيديوهات هنتعلم شوية حاجات في الكنترول بانل الجميلة هتفرق معاك جدا وهتخليك محترف في ادارة الموقع بتاعك والايميلات والFTP accounts والكلام ده كله. يا رب يا جماعة الفيديو يكون سهل وبسيط وعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم.